بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. شيخنا الكريم، من الأسئلة التي يعني وردتنا، هذا يسأل يقول: أرجو أن تشرحوا حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شرح هذا الحديث شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شهر رمضان المبارك فيه خيرات كثيرة، وأعظمها شعيرة الصيام. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خص الله شهر رمضان من بين سائر الشهور بفضائل عظيمة، أعظمها أن الله أوجب صيامه على المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته قيامه، وجاءت أحاديث في فضل هذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام، ولم يصمها من باب العادة ومن باب المجاملة، وإنما صامها إيمانا بشرعيتها وإيمانا بفضلها، واحتسابا يعني طلبا لثوابها، طلبا لثواب الصيام. ثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه، فشهر رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى بصيامه ما تقدم من الذنوب، والتكفير إنما هو لما دون الشرك وما دون الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالكبائر كل ما ختم بلعنة، ما نهي عنه وختم بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار فهو من الكبائر، وأما ما نهي عنه بدون أن يختم بشيء من هذه الأمور فإنه يعتبر محرما، لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة، بل هو من الصغائر. فالذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل منها، وتكفر باجتناب، وتكفر أيضا، تكفر أيضا بصيام شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم، يعني ما تقدم قبل رمضان ما تقدم من ذنبه، فهذا فيه فضل هذا الشهر وفضل صيامه. وإذا دخل شهر رمضان فإن الناس يكونون المسلمين يكونون على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول الصحيح المقيم، هذا يجب عليه الصيام أداء في وقته، والثاني المريض أو المسافر، فهذا إن صام أجزأه صيامه، وإن أفطر فله الرخصة في ذلك على أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. وأما الذي لا يستطيع الصيام وهو النوع الثالث، لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء، مثل الكبير الهرم والمريض المزمن الذي لا يستطيع الصيام ولا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، فدية طعام مسكين، بأن يخرج عن كل يوم نصف الصاع النبوي، كيلو ونصف، لأن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، ونصفه كيلو ونصف، فيطعم عن كل يوم كيلو ونصف تقريبا، واحتياطا أيضا. فهذا هو التفصيل في شأن المسلم إذا دخل عليه شهر رمضان. من يقدر على صيامه أداء، من يقدر على صيامه قضاء، من لا يقدر على صيامه لا أداء ولا قضاء. نعم. طيب ممكن يا شيخ يعطي أسرة كاملة هذا الكفارة؟ نعم، يدفع عن رمضان كله 45 كيلو تقريبا. طيب 45 كيلو من الطعام، سواء دفعها لمسكين واحد أو دفعها لأسرة، كله سواء. نعم. لو أضاف لها كرتونين دجاجة فضيلة الشيخ؟ هذا زيادة، إذا زاد عليها من يعني من الإدام فهذا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. الحامل والمرضعة يا شيخ إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما؟ الحامل والمرضع لهما حالتان، الحالة الأولى أن تخاف على نفسها من الصيام، فهذه تفطر وعليها القضاء فقط. الحالة الثانية إذا كانت لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على الحمل أو على الرضيع، فهذه يلزم تفطر ويلزمها أمران، الأول القضاء، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. نعم. شيخ، نسأل كثيرا في هذا البرنامج عن أولئك الذين يترددون على المستشفيات تغسيل الكلى، كيف يتعامل مع الصوم؟ في اليوم الذي يغسل فيه لا يصح صومه، لأن الغسيل يدخل في الجوف وينفذ مع المسام، مسام الجسم يدخل معه مواد ماء ومعه أدوية ومعه أشياء مخلوطة معه، فهذا يفسد الصيام. ففي اليوم الذي يغسل فيه يقضي هذا اليوم، يمسك بقية اليوم ويقضيه من أيام أخر. نعم. الذين يا شيخ عندهم أولاد من ذوي الاحتياجات وقد بلغوا، هل يجبرون على الصوم؟ نعم، المراهق والبالغ يجبر على الصوم لأنه يطيقه، أما المميز الذي دون العشر فهذا يؤمر به ليتدرب عليه، وهو سنة في حقه ولوليه أجر في ذلك. نعم. الشيخ، كثرت الأنعام ولله الحمد في زماننا هذا عند الإفطار، بعض الناس يترك السنة ويترك التمر ويبدأ بالحلويات وغيرها. الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات إذا كان وقت الرطب. نعم. وإن كان في غير وقت الرطب يفطر على تمرات، وهو الرطب المجففة، وإذا لم يجد فإنه
يتجرع يعني حسوات من ماء ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام، على تمر، على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن فعلى جرعات من الماء. نعم. شيخ صالح أيضا الذي عنده علاج يأخذه قبل الإفطار بثواني ممكن يا شيخ؟ العلاج يأخذه بعد ما يحل الإفطار. نعم. سواء أخذه قبل الإفطار أو تمام. بعده، المهم أنه يأجل تناول الأدوية حتى تغرب الشمس ويقبل الليل، وإذا كان في بلد إذا سمع المؤذنين. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج، مخرج الحلقة معجب الدوسري يظهره على الشاشة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح. وناخذ المتصل أبو تميم من جدة. تفضل أبو تميم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يحفظك يا شيخ. أنا ترفضت على زوجتي يا فضيلة الشيخ بالطلاق، ويعلم الله عز وجل أني كنت في حالة غضب ووجود مشكلة بيننا يعني، فتلفظتها يا فضيلة الشيخ، ولم أكن أعيب الكلمة إلا بعد انتهاء مكالمتي مع زوجتي يا فضيلة الشيخ، ولم أكن في قصدي ولا نيتي أني أتلفظها يا فضيلة الشيخ أبدا، غير أني في مشكلة، فأسأل الله العلي القدير يا شيخ أنك تجاوبني فيها. أنا ما أدري. والله شكرا يا أخي، ما نفتي بالطلاق في هذا البرنامج، لكن عليك بالحضور لدار الإفتاء في الرياض، أو تذهب للقاضي القريب منك، القاضي في المحكمة القريبة منك، وتسأله عن الطلاق. نعم. الشيخ أسأل المفتي في منطقتي مثلا. بلغك الشيخ الجواب. شكرا يا أبو تميم. نذكر الإخوة والأخوات بأن الحلقة خاصة عن أحكام رمضان وما يتعلق بهذا الشهر الفضيل. فضيلة الشيخ، هل العشر الأول من رمضان مثل الوسطى؟ نحن نعلم للعشر الأخيرة من مزايا. رمضان كله خير، كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا في كل الشهر، وكله خير، وكله أعمال صالحة، أوله ووسطه وآخره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيخص العشر الأواخر بمزيد اجتهاد في الصلاة وفي الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث بأن الإيمان يأزر إلى المدينة؟ وهل يأرز إلى المدينة؟ وهل الإيمان يزيد في رمضان وينقص أيضا في بقية الشهور؟ نعم، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان. نعم. عند أهل السنة والجماعة في رمضان وفي غيره، فالإيمان يزيد وينقص في رمضان وفي غيره، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولكن الطاعات في رمضان فيها زيادة فضل، والمعاصي كذلك في رمضان فيها زيادة إثم، فعلى المسلم أن يحترم هذا الشهر الذي عظمه الله سبحانه وتعالى، ويتجنب ما نهى الله عنه في كل حياته، ولكن في هذا الشهر خاصة، لأن هذا الشهر معظم، وهو شهر الصيام وشهر القيام وشهر الأعمال الصالحة. نعم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج، وناخذ المتصل إبراهيم من القصيم. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. شهر مبارك علينا وعليك. الله يبارك لنا ولكم والمسلمين. ممكن أتكلم سمحت الشيخ صالح؟ تفضل.
السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. مبارك الشهر يا شيخ. بارك النعمة. يا شيخ عندي سؤال. طيب. الفرق بين الصدقة والوقف. نعم. الفرق بين الصدقة والوقف. والوقف؟ نعم. الوقف صدقة يا أخي، نوع من الصدقة، لكن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأما الصدقة فهي تبرع بالمال على الفقراء والمحتاجين في رمضان وفي غيره. نعم الصدقة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟ نعم الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه تواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو أحمد: يا شيخ، هل كان رمضان معروف في الأمم السابقة، وهل كان مثل هذا الصوم؟ صيام شهر رمضان خاص بهذه الأمة، أما صيام الأمم السابقة فهو على كيفية بموجب ما شرعه الله لهم في وقتهم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل أمة لها صيام خاص شرعه الله لهم، وأما هذه الأمة فإنها تصوم شهر رمضان. نعم أحسن الله إليكم. تليفون البرنامج، المخرج الحلقة يظهره، وتزودون بالاتصالات. عبد الرحمن من عسير، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سؤالين، السؤال الأول يا أخي، أنا كنت إمام وتذكرت أن على غير طهارة في الشهد الأخير قبل السلام بثواني، فما أدري إيش حكم صلاتي وصلاة المأمومين وخلفي. لحظة يجاوب الشيخ. أما المأمومون الذين لم يعلموا عن حالك، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. إذا لم تعلم إلا بعد السلام فصلاتهم صحيحة، وأما أنت فتقوم وتتطهر وتعيد الصلاة. أما إذا ذكرت أنك على غير وضوء في الصلاة فإنك يجب عليك الانصراف، يجب عليك الانصراف ولا تستمر في الصلاة، وتجعل من يصلي بالجماعة أو ينتظرون حتى تتطهر وتأتي تصلي بهم. نعم. السؤال الثاني عبد الرحمن. السؤال الثاني، كنا في صلاة العشاء وفي أحد من الأخوان جنبي قمنا الركعة الثانية وهو قاعد يفتح الموية ويشرب وتأخر للقيام، وما أدري شو حكم ذلك. نعم أعد السؤال. السؤال، كان في واحد جنبي في صلاة العشاء، قمنا الركعة الثانية حنا وبقي يفتح الموية ويشرب في أثناء الصلاة، ما أدري إيش حكم صلاته. تبطل صلاته إذا شرب في أثناء الصلاة، تبطل صلاته، لا يجوز له أن يشرب ولا أن يأكل في أثناء الصلاة. إنما يجوز هذا في النافلة، أن يشرب جرعة من ماء مثل ما فعل ابن الزبير رضي الله عنه، هذا في قيام الليل لأنه يطول. أما الفريضة لا، ما يشرب فيها ولا يأكل. نعم. طيب فيصل من عرعر، تفضل فيصل. فيصل معنا؟ فيصل تفضل. فضيلة الشيخ، هذا يقول: من الله علي وبدأت أصلي من بداية الشهر ولله الحمد، وأحافظ على هذه الفريضة العظيمة،
ولكن يا شيخ قضاء الفوائد في السابق كنت أصلي وأترك، هل أصلي هذه الفوائد؟ عليك بالتوبة إلى الله، الفوائد الكثيرة لا تقضيها، لكن تتوب إلى الله وتحافظ على الصلاة في المستقبل. وإذا تبت إلى الله وحافظت على صلاتك في المستقبل تاب الله عليك ولا تقضي ما فات. نعم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج 880-499-999، المفتاح 011 880-499-999. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: في صلاة التراويح أنا أكتفي ب 11 ركعة، ولكن لي زميل آخر يقول بأن لك أن تصلي 13 أو 21 أو غيرها. عدد ركعات التراويح غير محددة، ولكن هذا يرجع إلى نوعية الصلاة. فمن كان يطيل الصلاة والركوع القيام والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 أو 13، لكنه كان يطيل الصلاة، يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود عليه الصلاة والسلام. فإذا أطال الصلاة يقلل عدد الركعات، وإذا خفف الصلاة خصوصا الإمام الذي يأم الناس، قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فهذا يزيد في العدد، كما كان الصحابة يصلونها 23 ركعة، كان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه يصلونها 23 ركعة، لأنهم يخففون على المأمومين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. الحاصل أنه إذا كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات، ومن كان يخفف الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات على 13 أو 11. نعم. الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج، تليفون البرنامج يظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال. يقول: ذهبت إلى مسجد قباء وأدركت الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يا شيخ صالح إذا صليت معهم أنال بإذن الله بكل تسليمة أجر عمرة؟ إذا صليت معهم صلاة التراويح، أدركتهم يصلون صلاة التراويح وصليت معهم، فقد عملت بالسنة، زرت مسجد قباء وصليت فيه، فلك في هذا الأجر حج عمرة. أما في كل تسليمة أو كل ركعة فلا أعلم هذا. نعم. أبو بندر من رفحة معنا على الخط، تفضل. نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، احنا نطلع بدري وما نرى على الخيط الأسود من الخيط الأبيض، يعني نطلع بعد الصلاة، يعني نطلع بعد الخروج من الصلاة ما نرى الصبح، يعني مقدم، ما رأيك فضيلتكم؟ السؤال الأول. لحظة يجاوب الشيخ. يا أخي صوموا مع أهل البلد، ما دام أهل البلد يصومون وفيه مؤذنون يؤذنون، أصوموا مع أهل البلد يا أخي. وله ما كل يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قد يكون ضعيف البصر، قد يكون، لكن تكونون مع المسلمين، تصومون معهم وتفطرون معهم ومع المؤذنين يا أخي. نعم. السؤال الثاني. تفضل. فضلت الشيخ، فضلت الشيخ، أنا إذا الله كسم أوزع مال كل رمضان بعد الإفطار، هل يعني لأنه لو وزعت والعصر بإحضار الماء ما أصير وكذا على العمالة وعلى كذا، هل يعني بعد ما يفطرون، يعني أنا ودي يعني ببالي أن يكون يفطرون عليه، ولكن ما أستطيع. أنه هذا السؤال الثاني. إذا ما توزع، هل في هجرا يعني بعد ما يفطرون، يعني بعد المغرب على طول أنا أحيانا وزع. طيب اسمع الإجابة. هو توزيع الإفطار عليهم أفضل، لكن إذا أعطيتهم شيئا يأكلونه ويشربونه بعد الإفطار فلك الأجر في ذلك إن شاء الله.
نعم. السؤال الثالث. طيب فضيلة الشيخ، السؤال الثالث صدقة على الأقارب، يعني مثلا لهم مرتبات أو شغل، ولكن يا الله مكافحة يعني ما يوفرون شيء، مثلا عندهم عوائل وقاربي، هل تصدق عليهم صدقة؟ والحمد لله يعني قليل، إن الكل يعني ماشي الحال وكذا يعني. يا أخي إذا كان عندهم أخواتي وأولاد. طيب واضح السؤال، واضح السؤال. إذا كان عندهم ما يكفيهم فلا تحل لهم الصدقة، إذا كان دخلهم يكفيهم فلا تحل لهم الصدقة، أما إذا كان دخلهم لا يكفيهم فإنك تتصدق عليهم بقدر حاجتهم. نعم. شكرا يا أبو بندر. هل للصلاة خصوصية بين سائر الأركان يا شيخ صالح؟ نعم، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرضت عليه في السماء في ليلة المعراج في مكة قبل الهجرة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما الزكاة وصيام رمضان والحج هذه تأخر فرضيتها، منها ما هو في السنة الثانية ومنها ما هو السنة التاسعة، فهي متأخر فرضها عن فرض الصلاة. نعم. الصلاة آكد وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. نعم. نبدأ باتصال أحمد من عسير، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كان وياك في خير. نعم. آمين. تفضل. سؤالي يا شيخ، هل يجوز وهب النافلة قراءة القرآن في رمضان أو التراويح للأموات كبر الآباء والأمهات مثلا الأموات؟ يا أخي، هل يجوز ذلك مثلا؟ يا أخي، الصلاة عمل بدني ما تدخلها النيابة عن أحد، لا حي ولا ميت، ولكن تدعو لهم وتستغفر لهم في الصلاة وبعد الصلاة، تدعو لهم وتستغفر لهم، تتصدق عنهم، هذا الذي ينفعهم بإذن الله. نعم. نسمع في رمضان. تفضل باقي شيء أحمد. تفضل. سؤالي الآخر يا شيخ. نعم. سؤالي الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم حضر صلاة التراويح وتخلف عنها في بعض الأحيان حتى لا تفرض على الأمة كما ذكر في الحديث، فهل يجوز مثلا للإنسان أن يعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخلف في بعض الليالي أو يكون كذا مثلا بسبب ظرف أو شيء أو كذا؟ لا يا أخي، الرسول خاص لأنه مشرع، أما المسلم ما يترك صلاة التراويح ويفرط فيها بعض الليالي، بل يقوم رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني رمضان كله، كل ليالي رمضان. نعم. طيب معنا اتصال، من المتصل؟ اتصال آخر. من؟ علي من جدة، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة بالمعوذات والنفث في اليدين والمسح على الصدر والرأس وبقية أنحاء الجسم المعوذات؟ هذا عند النوم يا أخي، إذا بغيت تنام تجمع يديك وتقرأ فيهما، تنفث فيهما بالسور الثلاثة: الإخلاص والفلق والناس، ثم تمسح بهما ما أقبل من جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم، يعني عند النوم فقط. هنا. جزاك الله خير. سلام عليكم. شكرا. سلام. يا علي. شيخ الأخت أحمد تقول: عشاء الوالدين نعمله كل سنة يوم الاثنين والخميس، التزام العشاء في رمضان أو يوم الاثنين والخميس أو يوم الجمعة هذا لا أصل له، إطعام الطعام مطلوب في كل وقت وبحسب الحاجة في كل وقت، فأطعم الطعام وأكثر من ذلك ولا تتقيد بليالي معينة. نعم. يقول: أحضر إلى المسجد وقبل أن أصلي تحية المسجد أسلم على الحضور عموما،
ثم إذا انتهيت من تحية المسجد وعند القيام إلى صلاة الفرض أسلم بيدي على من يميني وعن يساري، هل هذا العمل جائز؟ لا بأس به، لأنه من إفشاء السلام ومن زرع المحبة بينك وبين أخوانك. نعم. يقول إمام المسجد عندنا إذا انتهى من حديث العصر بعد صلاة العصر سكت، فلا يختم الحديث بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله والله أعلم، أو بقوله والله الموفق، خشية أن يقع في محظور؟ ليس بأعلى محظور، بل هذا طيب أنه يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدعاء له وللمسلمين. نعم. أم خالد من ضبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلي، السؤال مختصر لو سمحتي. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أنا نذرت كم نذر بس مو متذكرة، يعني كم صام هو بس ما متذكرة كم يوم، فما أدري إيش علي. طيب شكرا. وش أنت ناذرة؟ وش قلتي؟ نذرت صوم يا شيخ. وش قلتي بالنذر؟ والله يا شيخ قلت ان تحقق لي الشيء هذا لاصوم كذا، بس ماني متذكره كم مره انا نذرت وش الايام اللي انا نذرتها. تصومين لان قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه، وانت تحقق لي اسم علقتي النذر عليه فيجب عليه الوفاء. اصبري الله يهديك، يجب عليه الوفاء بالنذر وتقدرين الايام حتى يعني تصوم، يعني أصوم كذا 10 أيام أقدرها يعني أو شهر كذا. قدري وصومي يا الله عافيت. شكرا. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا هذا يقول: هل نلتزم بدعاء معين في دعاء القنوت أو ندعو بما تيسر، وعند قولنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته؟ أما تقييده بالمقام لا ما أعرف له دليل، أما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته هذا طيب، وأما الدعاء القنوت فالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فهذا يستحب أن تبدأ به دعاء القنوت ثم تضيف إليه ما تيسر من الأدعية. نعم. طيب، عبد الله من القصيم، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام. شيخ صالح الله يحفظك، عندي سؤال. نعم. تفضل. إذا دخل الشخص المسجد والجماعة يصلون التراويح وهو ما صلى العشاء، كيف يصلي الله يحفظك؟ نعم، يدخل معهم بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل فرضه. نعم. وإذا صلى الوحده الله يحفظك؟ إذا نعم لا ما يصلي وحده، ما يصلي وحده والمسجد فيه جماعة يصلون، إن كان فيه جماعة يصلون الفريضة فتتم الفريضة يصلي معهم، وإذا لم يجد أحدا فإنه يدخل مع الإمام في التراويح، وإذا سلم يقوم ويكمل صلاته. طيب، بارك الله فيك وشكرا للمتصل. بارك الله فيك. أبو فيصل من مكة، تفضل. عليكم السلام أبو فيصل، تفضل، معك الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله يحييك. أنا عند الوالد سلمك الله مرض من سنة، والآن في رمضان عنده الإدراك يتم، يعني بعض الأحيان يدرك وبعض الأحيان ما يدرك، فعليه كفارة في الصيام ولا وصل الوضع في مثل هذا الحال يا شيخ؟ ويستطيع الصيام؟ هو الآن صحته ما يدرك، يعني أحيانا ما يعرف اللي حوله، أنا أسأله أقول صمت يقول إيوه صمت وهو صايم. إن كان إنه ما يعني ما يدرك ولا يخلط في فكره هذا ليس عليه صيام. أما إن كان إنه عنده فكره ولكن ضعيف جسمه ولا يستطيع الصيام هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. بارك الله فيكم.
بقي شيء من الأسئلة أبو فيصل؟ شكرا جزاك الله خير. شكرا لك يا حبيبنا. الشيخ هل يقضى الصوم عن الميت؟ نعم يقضى عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تصوم، ماتت أمها وعليها صيام، فقال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فتقضي عن أمها جزاها الله خيرا. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، بر الوالدين في رمضان هل يتضاعف؟ وما القول الراجح عند العلماء في إهداء ثواب الأعمال؟ إهداء ثواب الأعمال لا يهدى إلا ما ثبت بالدليل، وهو الصدقة عن الميت، الوقف عن الميت، الدعاء له، هذا الذي ثبت بالدليل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للأموات والصدقة عن الأموات والحج والعمرة عن الميت، كل هذه ورد بها الدليل، فتفعل عن الأموات. نعم. وبر الوالدين في رمضان يتضاعف يا شيخ؟ بر الوالدين واجب في رمضان وفي غيره. نعم. أحسن الله إليك الشيخ صالح. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرء نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصف ولم يبدأ بالكل؟ لأن في عنده نقص، يعني لأن عنده نقص، ما اللي الكل هذا ما عنده نقص ولا يحتاج إلى تنبيه. فما يكتب للإنسان إلا ما حضر قلبه فيه من صلاته، ما قليل أو كثير. وإذا لم يحضر قلبه في كل الصلاة فليس له صلاة. نعم. طيب أم عبد المجيد من المدينة، يا أم عبد المجيد يكون سؤالك مختصرا، تفضلي أم عبد المجيد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك الشهر عليكم. وعليكم الجميع. تفضلي. والله أنا يا إيه؟ اكسر التلفزيون يا أم عبد المجيد، اكسر التلفزيون. يلا يا أم عبد المجيد. أنا عندي حساسية بالرجول. نعم. مرة مستهبه بالحيل، ما لا مني الضيط وكذا، مرة شديدة علي. طيب. يجوز إني يعني أترك الوضوء ولا كيف؟ طيب شكرا، واضح السؤال. أولا راجع إلى الأطباء لعلهم يجدون علاجا لهذه الحساسية. ثانيا إذا كان الماء يؤثر تأثيرا شاقا عليك فإنك تكتفين بالتيمم، تغسلين الأعضاء الصحيحة، وإذا لم يبقى إلا الرجلين فإنك تتيممين عنهما. نعم. الحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم إفشاء السلام، وهل إذا أفشيت أو ألقيت السلام ولم يرد هل أنا مأجور؟ نعم، أنت عليك أن تبدأ بالسلام، أن تبدأ بالسلام، وأما الرد فهو على الآخر، واجب على المسلم عليه. البداء بالسلام سنة، ورد السلام واجب، قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالبداء بالسلام سنة، ورد السلام واجب. نعم. يقول أبو عادل، مصري مقيم بالرياض: أنا أصلي التراويح في بيتي، أصلي أربعا ثم أسلم، أصلي أربعا ثم أسلم، والشفع والوتر. صلاتك في المسجد ومع المسلمين أفضل من صلاتك في بيتك. صلاتك في بيتك تصح إن شاء الله، ولك الأجر في ذلك. وبإمكانك إذا رجعت إلى البيت بعد التراويح أن تصلي ما تيسر لك زيادة على التراويح. أما الصلاة مع المسلمين في المساجد فهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، تعمل في المساجد. نعم. أحسن الله إليكم.
أيضا هذا يسأل يقول إذا خرج الإنسان من العملية وخصوصا في رمضان وهو في البنج لمدة يومين ولم يصلي، هل يصليها جميعا؟ وصيام الأيام اليومين كيف تكون مأجورين؟ الصلاة يصليها نعم بالترتيب، يصلي اليوم الأول 5 صلوات مرتبة، ثم يصلي صلوات اليوم الذي بعده مرتبة، وهكذا. وبقية السؤال يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للصوم اليومين هذه هل يصليها؟ الصيام يقضي، نعم يقضي، إذا كان يقدر على القضاء يجب عليه القضاء ولو تأخر، يجوز تأخير القضاء إلى أن يستطيع. نعم أحسن الله إليكم. ومحمد من الخبر، تفضلي يا أم محمد، ويكون السؤال مختصرا، تفضلي. الله يعطيك العافية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا عندي سؤالين يا شيخ، الله يعطيك العافية. تفضلي. السؤال الأول، أنا عندي ذهب، وطبعا ما هو للزكاة يعني، أنه ذهب لي نستخدم يعني أنا وبناتي يعني، ما زكي، كنت أتصدق عنه ولكني ما زكيه يعني. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، زوجي متوفي رحمة الله عليه وعلى مواتنا وموات المسلمين من 7 شهور. آمين. أبغى الدعوة يا شيخ الله يرحمه رحمة واسعة. آمين. جزاك الله خير. أقصد له من راتبه 1000 ريال يعني. جزاك الله خير. أيوة، أساس إنه صدقة جارية له. جزاك الله. يعني ما أعرف، أنا ساعات أحطها في المسجد موية، ساعات أتصدق بها أكل، وما أعرف يا شيخ كيف. بارك الله فيك. شكرا. الله واضح يا أم. شكرا لك يا أم محمد. الذهب هل تزكيه فضيلة الشيخ، تستعمله هي وبناتها؟ الذهب المستعمل لا زكاة فيه على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما زوجها متوفى منذ 7 سنوات، تقول من باب الوفاء كيف أتصدق عنه في هذا الشهر؟ بما تيسر في هذا الشهر وفي غيره، تصدقي عنه على المحتاجين، وتنوين أن الثواب له وينفعه الله بذلك إذا تقبله. نعم. وبالنسبة للدعاء له أيضا شيخ؟ الدعاء والصدقة عنه والحج والعمرة كله مشروع. الحمد لله. نعم. معنا اتصال، من؟ اتصال. أبو علي. أبو علي تفضل. أبو علي. السلام عليكم. حياك الله. سلام. لو سمحت أقول سأل الشيخ عن وضع المبخرة في قبلة المصلين وفيها جمر، يصلح هذا ولا ما يصلح شرعا؟ شكرا. الأمر سهل في هذا يا أخي، الأمر سهل. المبخرة هذه معلوم أنها فيها جمر، ويحتاجونها الناس لتطيب المسجد، إذا كانت أمامهم فلا تؤثر إن شاء الله. نعم. أبو علي بقى شيء من الأسئلة؟ أحسن الله إليكم. بالنسبة لختم القرآن فضيلة الشيخ، لإمام المسجد لابد له أن يختم؟ نعم، أفضل كونه يختم القرآن، يقرأ القرآن في ليالي رمضان حتى يكمله، يسمع المأمومين القرآن كله، هذا أحسن وأتم. نعم. إذا صلى الإنسان الظهر في بلده ثم سافر شيخ، فهل له أن يصلي العصر في الطريق قبل وقتها لأنه قد نوى الجمع بين الصلاتين؟ لا، ما دام في بلده ما يجمع ولا يقصر، يصلي الصلاة الحاضرة، الصلاة القادمة يصليها في وقتها في الطريق إذا دخل وقتها. نعم. يا شيخ، بالنسبة للذين يصلون على كراسي، بعض الكراسي يقول قد تتقدم بعض المأمومين وبعضها قد تتأخر، ما موقف هذه الكرسي يا شيخ؟ تسامح في هذا، هم محتاجين للكراسي، والكراسي قد يكون فيها شيء متقدم أو متأخر أو كبيرة أو صغيرة على حسب الحاجة يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تقرأ في نظركم بعد صلاة العصر وأيضا قبل صلاة التراويح؟ فيه كتاب ابن رجب رحمه الله، لطائف المعارف، ومختصره للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وفيه أيضا عقود اللؤلؤ والمرجان لشيخنا الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن رحمه الله، يقرأ من أي هذه الكتب. نعم. عبد الرحمن من الباحة، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. يا أخي، عمتي عندها فشل كلوي،
نعم. والدكتور يقول ما تصومي. اي نعم، اذا قال اذا قالها الدكتور لا تصوم لا تصوم، ان قدرت على القضاء في المستقبل تقضي، وإما قدرت تطعم عن كل يوم مسكينا. الحمد لله. نعم، احسن الله اليكم. بقي شيء؟ شكرا شكرا، بارك الله فيك. يقول بعض أئمة المساجد يصلي بنا التراويح، وقبل الشفع والوتر يقدم شخص للحديث موعظة او توجيه، ما رأي الشيخ صالح؟ خلي الموعظة والتوجيه بعد الصلاة، ما يفصل بين التراويح والوتر، ما يفصل بينهم، يواصل، إذا سلم من الوتر يعظهم ويذكرهم ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة حفظكم الله لتقارب المساجد، يقول هناك مسجد بعيد عن بيتي أصلي به وأترك القريب، ما رأي الشيخ في ذلك؟ القريب أفضل، يصلي بالمسجد القريب اللي يصلي فيه الفروض مع الإمام القريب منه، هذا أفضل. نعم. في حديث يا شيخ الذي ورد عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي، فقال ثلثها نصفها كلها. المراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد بالصلاة هنا الدعاء، أي كم أجعل لك من دعائي. فإذا جعل دعاءه كله للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. نعم. تفضل يا إبراهيم من القصيم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أنا كنت سؤالي هو، كنت أنا في غيبوبة لمدة تقريبا أسبوعين من فترة، فهل أقضي الصلاة هذه أو لا؟ والله أسبوعين كثير، إذا كان ثلاثة أيام أو أقل. لا لا، أسبوعين تقريبا 12 يوم أو 13 يوم أو 14 يوم. لا ما عليك قضى يا أخي. الحمد لله. شيخ أقول ما عليك قضى، الله يعافيك. آمين، الله يجزاك خير يا رب. الحمد لله على السلامة. حياك. يقول عندنا في بلدنا لا نسمع الأذان الأول إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط، فهل هذا الفعل مشروع يا شيخ صالح؟ الأذان الأول ما هو لازم، الأذان الأول ما هو لازم، لكن إذا حصل فهو أفضل، وإذا ما حصل يكفي الأذان الأخير. نعم. صالح من جدة، تفضل يا صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام وبركاته. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. إياه. تفضل. اللهم أمين. يا شيخ بسأل عن اللي مسافر خارج المملكة فترة رمضان، صوم في البلد اللي هو مقيم فيه، هل ينطبق عليه حكم انه يفطر اثناء السفر وهو مقيم بالبلد، يعني مدة اسبوع او 10 ايام، ما هو محدد الوقت؟ اذا كان ما يدري عن مدة اقامته فله الافطار لانه في حكم المسافر، اما اذا نوى اقامة تزيد على 4 ايام فانه يصوم ولا يفطر. أكثر من 4 أيام يصوم؟ إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام. هو ما يدري عن المدة اللي بيقضيها، هذا له أن يفطر، ما يخاف، في حكم المسافر هذا. لو زادت المدة عن 4 أيام. إي نعم. بارك الله فيك، شكرا. صالح من جدة. فضيلة الشيخ، لماذا خص الصيام من بين سائر العبادات في الصوم لي وأنا أجزي به؟ لفضل الصيام على سائر الأعمال، لأن الصيام نية بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها إلا الله، خلاف سائر الأعمال فإنها ترى وتسمع وقد يدخلها الرياء، أما الصيام فلا يدخله رياء لأنه بين العبد وبين ربه، ولا أحد يدري إن هذا صائم، حتى لو رأيت اثنين واحد صائم واحد مفطر ما تفرق بينهما، إنما هذا بالنية، وهذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يقول لي دين عند شخص ولم يوفيني هذا الدين ولم يقوى على السداد وقد ماطل بي كثيرا، وبالنسبة لزكاة هذا الدين كيف أوفيه؟ هذا لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه، إذا قبضته فزكه عن سنة واحدة، سنة القبض، لأنك في الأول ما تدري يحصل ولا ما يحصل. نعم.
بالنسبة يقول رفع اليدين في دعاء السفر فضيلة الشيخ وعند دخول المنزل وركوب الدابة. الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه الأيدي، هذا أفضل، هذا هو الأصل، إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم، يردد الناس صوموا تصحوا، هذا فيه يروى فيه حديث وهو غير صحيح، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصيام لا شك إنه يصحي الجسم في لما فيه من الطاعة، ولما فيه من خلو الجسم من أخلاط الطعام وتحمل الجسم على الصبر وعلى، ففيه صحة. نعم. أحسن الله إليكم، بالنسبة للمرأة يا شيخ، هل لها أن تأخذ حبوب كي تصوم مع المسلمين؟ إذا كانت الحبوب ما تضرها، أخذتها بمشورة الطبيب، فلا بأس بذلك. نعم. تقول المرأة تقضي جل وقتها في المطبخ، ما عندها فرصة للعبادة والتسبيح وقراءة القرآن، هل تؤجر وما نصيحتكم لها يا شيخ؟ نعم، هي على أجر، لأن إعداد الطعام للصائمين هذا عبادة لله عز وجل، فهي في أجر ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا شخص يقول لدي محل وحفيز أبيع وأشتري، ولكنني فضيلة الشيخ أصلي الفرض ثم أذهب إلى هذا المكان لأن صاحب المحل ائتمني عليه، هل أصلي التراويح وأترك صاحب المحل؟ لا، إذا كنت حارسا في المحل فإنك تصلي في مكانك، تصلي في مكان الحراسة ولا تترك المحل وتذهب إلى الصلاة. نعم. خالد من القصيم، تفضل يا خالد. خالد تفضل معنا. طيب فضيلة الشيخ، الذين يأتون متأخرين 2:30 من الليل، يأتون من زملائهم في الاستراحات ويأكلون شيئا من السحور ثم ينامون ويتركون صلاة الفجر، هذه جريمة كبرى. أولا أنه صام قبل وقت الصيام، تسحر قبل وقت الصيام قبل طلوع الفجر، هذا خطأ. وثانيا والجريمة الكبرى أنه ينام عن صلاة الفجر فيخرجها عن وقتها ويترك صلاة الجماعة، فعلى المسلم أنه يتوب من هذا العمل ويحافظ على الصلوات. نعم. يسأل يا شيخ عن إخراج الزكاة، هل إخراج الزكاة في رمضان قبل موعد إخراجها لها مزية وتقبل؟ إخراج الزكاة عند تمام الحول، عند وجوب الزكاة، وإذا قدمها فلا بأس بذلك، لكن إنما يجب عليه إخراجها إذا تم الحول، إذا كان من الأموال التي يشترط لها الحول فيخرجها عند تمام الحول، وإذا أخرجها قبل ذلك فيجوز تعجيل الزكاة لسنة أو لسنتين لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، هذه الأخت تقول لي أخت مشلولة وأيضا لديها خلل في لسانها، وتقول أريد أن أصوم وأتصدق عنها، ما الذي يأتي إليها من هذه الأعمال؟ الصيام لا يصوم أحد عن أحد ولا تدخله النيابة، وأما الصدقة فلا بأس، طيب تتصدق عنها. نعم. نور من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبيت أسأل عن نية رمضان من أول اليوم يكفي ولا كل ليلة يبيت النية؟ يا أخي لابد من النية في كل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد لها من نية خاصة. نعم. شكرا لك. شكرا. هل التوبة يا فضيلة الشيخ لها مزية في رمضان أم أن التوبة في كل وقت؟ توبة في كل وقت، ولكن في رمضان لها مزية إذا كان ينوي الاستمرار عليها، ما هو في رمضان فقط، يتوب في رمضان ويعود إلى أعماله السيئة بعد رمضان، هذا ما تقبل توبته، فيتوب إلى الله في رمضان
ويستمر عليها إلى الممات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا عن خارج أسئلتنا ولكنه سؤال مهم، يقول ما حكم الشرع في نظركم في من تتردد، امرأة تتردد على الكهان والمشعوذين لأنها ابتليت بسحر؟ سأل الله العافية. لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان، ومن أصيب بشيء فعليه بالعلاج الشرعي، عليه بالرقية الشرعية، عليه بالأدوية المباحة. والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. شكر الله لكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، ورفع ذكركم في الدارين على ما وجهتم وبينتم في هذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج من الفنيين والمصورين، وأشكر زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.